في قمة كان فيها الجمهور أكبر الغائبين، استقبلت شبيبة بيجا بملعب الوحدة المغاربية شبيبة القبائل في الطبعة 26 من الدربي القبائلي، وهي المباراة التي تدخل في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى. التقني الإيطالي سوريناس تخوف كثيرا من تأثير الإرهاق البدني على لاعبيه بعد مباراة رابطة الأبطال الإفريقية أمام ممثل النيجر، لكنه في المقابل يعول كثيرا على نقاط المباراة لتحقيق انطلاقة جديدة، ويدرك أن التعثر سيدخل فريقه في دوامة الحسابات لضمان البقاء، في حين يسعى مدرب الكنالي سنجاق لتحقيق الفوز الثاني على التوالي. شبيبة بجاية يغيب عن هنية المعاقب ومحامحة المصابة، في حين يعود القائد زفور، وأما الشبيبة فتفتقد لخدمات الثنائي ماروسي وستقاوي بداعي الإصابة. الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدا، ودخل اللقاء بدون مقدمات، حيث تمكن مباركو من الوصول إلى الشباك بعد مرور نصف ساعة لعب، مستغلا مخالفة دائرية من زفور، أخذ ورد في منطقة العملية، ورأسية اللاعب تخطت خط المرمى حسب الحكم غربال. هدف المحليين أشعل المباراة، حيث جاء الرد سريعا من الكناري في الدقيقة 36، شلالي ينطلق في ظهر الدفاع بعد كرة في العمق من مسعدية، لكن خروج سيدريك كان موفقا، تليها تسديدة مقداد من مشارف 18 متر. هجمة الكناري تواصلت وكللت بهدف تعديل النتيجة، ركنية مقداد تجد كاميرا ومتابعة من بالكلام الذي يعيد الفريقين على نفس خطى الأقدام، كان ذلك في الدقيقة 41. سيطرة الكناري تجسدت بهدف آخر دقائق قبل نهاية الشوط الأول، مسعدية ينفلت من مقبضة التسلل ووجها لوجه مع سيدريك يسكن الكرة في الشباك. المحليون دخلوا الشوط الثاني بنية العودة في النتيجة، وكان لهم ذلك بعد مرور 3 دقائق فقط. المدافع زغل يستغل كرة مرتدة من الدفاع ويسدد بكل قوة تاركا الحارس عسل دون حراك. أبناء إيما غوراي أظهروا وجها مغيرا تماما، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من قلب الطاولة لولا تألق الحارس عسل في كرة اللاعب مباركو الذي سدد على الطائل بعد مراقبة بالصدر، كان ذلك في الدقيقة 50. نفس اللاعب يعود في الدقيقة 57 ويسدد كرة داخل منطقة العمليات، تليها تلك في الدقيقة 68، لكن عزيمة البجويين اصطدمت بحارس في أحسن أيامه. تراجع أداء الكناري فتح المجال أمام زفور للصعود في إحدى الكرات بعد عجز الهجوم، لكن رأسيته مرت جانبية، وحاول أشبال المدرب سوريناس في آخر لقطة أتيحت لهم في الوقت بدل الضائع، لكن مخالفة زرار مرت بسلام ليعيد حكم اللقاء غرب اللاعبين إلى غرف حفظ الملابس على وقع تعادل منطقي إلى أبعد الحدود.